إن الشعب المصري الذي حقق عام 1973 ما ظنه الجميع مستحيلا، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سيل لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادر دوما بإذن الله على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها، يقينا منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة تعمل من أجل حماية أمنه وصون استقراره وتعظيم إنجازاته. شعب مصر العظيم، في ذكرى نصر أكتوبر المجيد نتقدم بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات، الرجل الذي تحمل مسؤولية تنوء بحملها الجبال، فكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية، وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر، وبلغ بها بر الأمان والسلام. وتحية إجلال واعتزاز نتقدم بها لشهداء وأبطال القوات المسلحة، أبناء الشعب المصري البواسل الذين ضحوا بدمائهم لتروي تراب سيناء المقدس، نقول لأرواحهم الخالدة في هذا اليوم: إن أبناءكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم وعلى الحفاظ على ما تركتموه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية لا يقبل المهانة ولا الخضوع، لا تخدعه الأكاذيب ولا تهزمه الحرب النفسية، وإن مصر ستظل أبدا بإذن الله وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها. حفظ الله مصر وشعبها العظيم، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.